هي بصورة عامة أي شيء يخص الحكومة يعني جاي يتفضل على المواطن، يعني تعامله يختلف بالسيطرات بالازدحام، عسى ما يفوت يعني شو أقول لك، أكو مكانات، لأن هي هذا الشيء السيارة الآلة تابعة للدولة، تطلع بس بواجب الدولة، ما أخو بيستخدمها شخصيا، هذا الشيء لا يجوز. المهم هي ماشي عليها سيارة الدولة، فما أقدر أنا أتعامل وياه أنه مثل المواطن، لا أقدر أنه إذا سوى ازدحام لا أقدر أحاكي، إذا سوى حادث ما أقدر أحاكي، لأن هو هنا أنا استخدم سيارة الدولة، ما أعرف، كل شيء يصير بيها، وبالوقت هسه الحالي جاي يصير هاي هسه وصلت فترة الانتخابات وجاي يرشحون وجاي يسوون ويمشون ترويج له للمرشحين، وهو بسيارة الدولة، ما يصير هذا الشيء، هذا القانون غلط. كن حريص على دائرته وعلى كل شيء عائد لدائرته. حتى على نفسه ما يكون حريص. انت هم شايف هاي الحاله موجوده؟ والله المشكله هذه من خلال اقاربه، هذا انا ما شايف بصراحه، ما شايف بالشارع. بالشارع اكيد موجوده هاي الحاله، يخلون باهلهم طبعا، يفترون بعائلته، تشوف العصر بالليل، بس هذا ما يجوز اكيد. يا سيارات كل دوائر الدوله، سيارات حكومية، هي رقم حكومي. تم اليوم إجراء ممارسة بخصوص أسبوع الضباط الشرطة، طبعا ضباط الشرطة واجباته معروفة بخصوص متابعة الضبط العسكري للمنتسبين ومتابعة سلوكهم في الشارع، وكذلك بمتابعة سلوك المنتسب من وإلى من وخارج دوائرهم. تم اليوم إجراء ممارسة صباحا ومساء بهذا الصدد، كان المعمول في هذا أسبوع الانضباط العسكري، لكن هذه الفترة تم توقفه لأسباب، تم تفعيله اليوم وتم إجراء الممارسة اللي أشرنا إليها. أسبوع الانضباط يشمل أمور عديدة بالنسبة لقيافة المنتسب، انضباط العسكري في الشارع، كذلك تعامله مع المواطنين أثناء ممارسته لدوره وتأديته لواجبه في دوائره أثناء مراجعات المواطنين، تسهيل أمور المواطنين، الإجراءات الأخرى اللي تعتمد على ضبط العسكري في وحدته وخارجه وحتى أيضا بالنسبة للعجلات الحكومية وعجلات دوائر وزارة الداخلية اللي يتم استخدامها خارج الدوام الرسمي للاستخدام المدني، توجيه السيد معالي الوزير وكذلك توجيه الوزارة من خلال هذا الأسبوع أنه يتم ضبط هذه العجلات ويتم سحبها من الضباط والمنتسبين اللي يستخدموها استخدام مدني خارج أوقات الدوام الرسمي وخارج الواجبات الرسمية المناطة لهم في واجبات لوزارة الداخلية وواجباتهم الاختصاصية المختلفة.